إذا نلقي نظرة الآن على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2020، ونقارن توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي. وقد كانت الأرقام متقاربة بين الجهتين في السنوات الماضية، لكن توقعات الانكماش الاقتصادي للعام الجاري للسعودية عند 3.7% أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش 5.4%. مع ذلك يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين، فلنتعرف عليها. في حين أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين عند 34% في عام 2020، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 31.7% في عام 2023. وتجر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50%، إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط. وفيما يلي لنتابع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة العشرين. واعتدنا الحصول على نظرة مستقبلية للميزانية السعودية كل سنة، فكيف تبدو الأرقام ما بعد عام 2021؟ في عام 2022 من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 864 مليار ريال، والنفقات 955 مليار ريال، ما يعني أن العجز سيبلغ 91 مليار ريال. أما في عام 2023 فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وأن تنخفض النفقات إلى 941 مليار ريال، وسيتراجع العجز إلى 13 مليار ريال، ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.